طاولات للرحلات حق كذا استخدام، ممكن تحط عليها تشولة تطبخ فيها، تحط جذورك، تحط قواريك، ممكن سخان هذا حافظ مال الأكل مع الإضاءات، ممكن تشولة تطبخ على راحتك. طبعا هذه الطاولات كلها تتصفط، طبعا هذه الطاولات كلها تتصفط تصير خفيفة، نقالة حق الرحلات خفيفة، وزنها خفيف تتنقل معاك. طبعا ريولها تتصفط وحاطين لها هني بلوك قفل على أساس تنفتح وتنقفل بالطريقة هذه. هذه شكلها وايد حلو. طبعا هذه فيها طبعا دور تحت شبك وفي فوق طاولة، هذه معاها يعني طاولة نازلة ومعاها إضاءة، هذه بدون إضاءة طاولة مرتفعة، يعني في كذا حجم. للاستفسار 6-06-89-42 مصنع الزاير. عندنا أيضا هذه الشواية عملنا لها طاولة هني وفتحة حق دخول الخشب، وهني تهوية، وهني شبك حق الطبخ، تحط عليه قواري، تحط عليه الفحم، تحط عليه، وفي فتحة من الخلف أيضا، فتحة خلفية السكرة هذه. وعندنا أيضا هذا الفرن، طبعا هذا الفرن حق البيتزا، حق السمك، حق كل شيء، معمول من ألمنيوم شكر بليت، وله طاولتين جانبيات، هذه طاولة تتصفط ومن داخل طابوق حراري، ومن داخل ملبس ستانلس ستيل، هذا كله ستانلس ستيل، فرن قوي وجامد ومعزول عزل حراري ضد الحريق. سكر الطاولة هذه، هاي الطاولة